راية العباس مو يم النهر ما هو تعلقاع صعدت للقمر راية العباس انت احكي ما هو بالسما سووها حضرة بها دم وبها خب وبها شد حسين ظهره حي وعباس حي وعباس هل يا لا هل يا لا حي وعباس اثنين دي كفر بعد بعد راية وتشد هالعشاير للأخوة والصلح راية وتشد هالعشاير للأخوة والصلح والحلف بالراية كادت تعمى عينه وينفضح راية وتشد هالعشاير للأخوة والصلح والحلف بالراية كاذب تعمى عينه وينفضح راية ولي يلزمها كون منقي عجفوفه بملح راية ولي يلزمها كون منقي عجفوفه بملح من تحطها قبال ميت عينه رأسا تنفتح راية العباس امس حطها قبال ميت عينه رسم تنفذ اطماش هالعباس بيدم فصيله اطماش هالعباس بيدم فصيله كتب فوقها مدد يا كربله كتب فوقها مدد صغيره كانت واجتراها على جفوفه علمها صغيرة كانت كربلاء ويا خذاها حي وعباس اللي أنا هل ايده كده كده حي وعباس بعد 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 انت تدرب يا طريق خيوطة هم البنين هم البنين خيطة الراية انت تدرب يا طريق خيوطة هم البنين خيط من حجاب زينب خيط من ثوب الحسن خيط من حجاب من ثوب الحسن زورتها شقد ما رافق شبعتها من الحنين زورتها شقد ما رافق شبعتها من الحنين يوم كامل بيتتها بصحن أمير يوم كامل بيتتها حتى عباس من يشيلها حتى عباس من يشيلها كربلاء يتعب زلمها وخيلها كربلاء يتعب زلمها وخيلها فيها ريحة أبو طالب تعلقت فوق المواقف فيها ريحة تعلقت فيها دمع المهدي كاتب حيو ارفع ايدك وصيح هل يا لا هل يا لا حيو عباس هل يا لا هل يا لا حيو عباس بعد بعد هل يا لا هل يا لا هل يا لا حيو عباس
اقول بعد راح اسولف لك عليها وانت افهم مطلبي راح اسولف لك راح اسولف لك عليها وانت افهم مطلبي بالراية عند الله تعادل نص امام ونص نبي راح اسولف لك عليها وانت افهم مطلبي راح اسولف لك عليها وانت افهم مطلبي راية عند الله تعادل نص امام ونص نبي راية عند الله الراية علوية وتشور الراية علوية وتشور كانها تل الزين الراية علوية وتشور كانها تل زينبي قوم يا عباس صاحت خذوا زينب للسين قوم يا عباس صاحت خذوا زينب للسبي وابو فاضل قام يرعى الصوت ابو فاضل وابو فاضل قام يرعى الصوت اسمع ابو فاضل قام يرعى الصوت اترخص من الله ورجع من موته أبو فاضل قام يرعى الصوت ترخص من الله ورجع من موته والأنصار يهوسوا له والأنصار يهوسوا له يا هلا بهاي الرجولة ميت وقام على طوله حي عباس ايدك ارفعها وصيح هلي أنا هلي أنا هلي أنا هلي أنا هلي أنا هلي ايدك ارفعها فدوة راية من هزاها بيدا شخطت وجه السيمة راية ابو فاضل راية من هزاها بيدا شخطت وجه السيمة الكيسة هي اليمان البيت غطت فاطمة جنها بنتك يا ابو فاضل شنها بنتك يا ابو فاضل بس عليك معلمة شنها بنتك يا ابو فاضل بس عليك معلمة راية لو يعقوب شمها يروح من عين العامة راية لو يعقوب شمها يروح من تطب البيت من تطب بيتنا يطب الأمان من تطب بيتنا يطب الأمان راية بس تشبه مفاتيح الجنة من تطب بيتنا يطب الأمان راية بس تشبه مفاتيح الجنة للمرض رأسا تعالج تقضي أنواع الحوائج للمرض رأسه ويا يحكي وتقضي أنواع بالحرب ترسم مناهج حيو عباس حيو هلي أنا ارفع ايدك اثنين ايديك لا واحد ينزل ايدك خلاص ايه بعد 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 لخادم راية العباس محمد الجماس راية العباس كشخة وتنطي للخايف مدد
اسمع راية العباس كشحة طويل الخايف مدد بيها من تمسح وجهها العاجر تخلف ولد شرط ولد ها راية العباس كشخة وتنطيل الخايف مدد راية العباس كشخة وتنطيل الخايف مدد راية العباس كشخة وتنطيل الخايف مدد بيها من تمسح وجهها العاجر تخلف الله للقرآن صدق آية لو نزل بعد الله للقرآن صدق آية لو نزل بعد قل هو الله ثم نقرأ قل أبو فاضل أسد قل أبو فاضل أسد قل أبو فاضل أسد قل أبو فاضل أسد قل أبو فاضل قوة الله وعلي بجفوفك قوة الله وعلي بجفوفك قوة الله علي بجفوفك شيل عشط العلقوم من جروفك قوة الله وعلي بجفوفك قوة الله وعلي بجفوفه شيل عشط العلقوم من جروفه للعطاش سيح الجابه للعطاش سيح الجابه شربه والماي بثوابه قام ويحنون بابه يلا هالليلة ارفع ايدك اعيده هذا خالي على صوتك هلا راية العباس هي تفرح اللقامة تفرحك من يشوف الراية في نص العزل راية العباس هي تفرح اللطامة تصير للمهدي عباية وهم تصير لا يظل واحد ساكت حسين شداها على ظهر يوم طاح حزام حسين شداها على ظهر يوم طاح حزام تكره العمود كلش لي انطر لها تكره العمود كلش لي انطر الهامة راية تمطي الحل للمشاية راية راية تمطي الحل للمشاية يا حالات الشايل هاي الراية راية تمطي الحل يا حالات الشايل هاي الراية بها يتحزم الزايور صارت بعلو المناير فيها نصرة الفوق السواتف حيو عب حيو عب ايدك وصوتك هلي على